Every day I'm shuffling. السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من ميوزيك بوكس votre rendez-vous musical chaque jeudi à la Tunisnet TV. نبدأ حلقتنا الجمعة هذه بالروبريك سبيسيال ارتست والارتست نتاعنا الجمعة هذه سي لو رابور بروديكتور اي لو سي اي او دو ميزون دو ديسك يانغ ماني. الارتست نتاعنا الجمعة هذه عمل بوكو ديو افيك بوكو دارتست انترناسيونو ماخذين سكسي عالمية كيما نذكروا منهم كريس براون بيونسي وغيرهم. وهو البروديكتور مع الرابوز نيكي ميناج اللي عاملة بوز كبيرة توا في هوليوود. من نجم نكونوا نحكيوا مشاهدينا كان على ليل وين نزيدوا نتعرفوا عليه توت سويت في الروبريك سبيسيال ارتست. هي وي جو. كيما تعودتوا كل جمعه في ميوزيك بوكس تعرفوا على دي زارتيست انترناسيونال في روبريك سبيسيال ارتست. والجمعه هذه اختارنا لكم فنان حبيتوه برشا هو لو شانتور دو راب اي برودكتور دو ميوزيك ليل وين. تولد ليل وين في 27 سبتمبر 1982 في مدينه لوسيان وين عاش طفولة صعيبة بعد ما تخلع ليه والده في عمر 9 سنين. ليل وين هو رابور أمريكي بدأ مشواره الفني في عمر 8 سنين وقت اللي كتب اون بروميير شانسون دو راب وشارك بها في حفلة على ليكول بريمير. وفي عمر 12 سنة وين قابل لو غران رابور ويليامز صاحب شركة كاشماني ريكوردز اي إلي دوفنو سون بروفيسور. أول ألبوم خرجوا ليل وين كان عام 1995 افيك لو رابور بيج بوي وكان اسم الألبوم هو ترو ستوري. في نفس العام زيدا شارك ليل وين مع لو غروب دو هيب هوب أمريكان هوت بويز بألبوم اسمه Get It How You Live اللي حقق سكسي كبير وباع منه أكثر من 300,000 كوبي. وتم اختيار أغاني Dirty World and I'm a Hot Boy من بين الأغاني اللي صوت لها الجمهور وحبها on the website Cywords Music. بعد سكسي الكبير اللي حقه ليل وين في ألبومه Get It How You Live featuring Big Boy قرر وين بيش يخرج أول ألبوم سولو لي كان عام 1999 واسم الألبوم هو That Black Is Hot. حقق الألبوم مبيعات كبيرة فاتت 200 مليون نسخة واحتل المرتبة الثالثة دون لو كلاسمون دو فونت دو بيلبورد. Lights Out هو ثاني ألبوم خرجوا ليل وين والألبوم هذا كان ديفيرون بارابور اوز اوتر ألبوم واختار فيه دي شانسون بلو كلاسيك كيما غنية To Hit You Up and Watch Them People. حقق الألبوم Lights Out نجاح كبير واحتل لا دوزيام بلاس دون لو كلاسمون دو فونت دو بيلبورد. ارتفعت شعبية ليل وين أكثر with his album That Carter and That Carter 2 واللي تبيع منه أكثر من 1 مليون نسخة أوز إتازوني. ومن بين الأغاني اللي يطلبها الجمهور في لي فيستيفال دو كاليفورنيا أند مكسيكو هي أغنية Fly In. ترشح ليل وين لبرشا جوائز Grammy Awards وقام بأن تور مونديال افيك دي زوتر رابور انترناسيونو كيما لو رابور ويليامز لو غروب هوت بويز اي لو رابور بيج بوي. 2010 عاش الفنان ليل وين فترة صعيبة بعد ما صدر في حقه حكم قضائي بالسجن لمدة عام بتهمة انه كان عنده سلاح بطريقة غير قانونية. وبعد ما خرج من السجن تعرض الفنان العالمي وين لوعكة صحية واثبتت التحاليل الطبية انه كان يستهلك في مواد مخدرة. لكن هذا ما منعش ليل وين باش يخرج ألبوم جديد باش يخرج تحديدا في صيف السنة. اسم الألبوم هو I'm not a human being too وصرح وين انه باش يكون هذا اخر ألبوم ليه avant de prendre sa retraite. الأغاني الموجودة في الألبوم كتبها وين في زنزانتو في السجن. مسيرة فنية متنعة عاشها لو رابور أمريكان ليل وين خلته يكون من بين لي رابور اللي يحكيوا على أوضاع المجتمع وغاني يحبوها برشا سورتو لي جون خاطرها تحكي على الواقع اللي نعيشو فيه. بالسكسي اللي حققها نوتخ سبيسال ارتست الجمعة هذية ليل وين ما نجمش ما يكونش حاضر معنا في التوب 10 ميوزيك بوكس اللي شاهد برشا تنافس بالفوت متاعكم بار SMS على 8-53-53. تفرجوا مع بعضنا. نبدأ التوب 10 متاعنا للجمعة هذه بالمرتبة العاشرة واللي نلقاو فيها أليشا كيز بغنية تاني داي Will I Am featuring Justin Bieber واخذوا في الكلاسمون بغنيتهم ذات باور ويحتلوا المرتبة التاسعة. المرتبة الثامنة لليوم يحتلها لجروب مارون 5 بغنيتهم Love Somebody. تايلور سويفت واللي عاملة برشا بوز دغنيغمون نلقوها في المرتبة السابعة بغنيتها Everything Has Changed featuring Ed Sheeran. Find China على شانسون دو كريس براون تحتل المرتبة السادسة في كلاسمون ميوزيك بوكس. T.I. featuring Lil Wayne بغنيتهم With Me يحتلوا المرتبة الخامسة. في المرتبة الرابعة لليوم نلقاو إيف فيتورينج ميس كيتي الأغنية اسمها إيف. Leave It Up أغنية جي ليو أون فيتورينج بيت بول تحتل المرتبة الثالثة من كلاسمون توب 10 ميوزيك بوكس.
المرتبة الثانية من كلاسمون توب 10 ميوزك بوكس نلقاو فيها ليكس كوبين دو جاستن بيبر سيلينا غوميز والغنية اسمها كامان جيتت. خلطنا طويكة للمرتبة الأولى واللي نلقاو فيها من رايا كيري فيترينج ميغيل بغنيتهم بيوتيفول. وقبل ما نخليكم كل عادة ما تنسوش الفوت باخ SMS على 8-53-53 للجروب وبيان كما كنتوا تشوفوا برشا جاو برشا ريتم في توب 10 ميوزيك بوكس وطاو مشاهدينا مش تعديوا الغوبريك زابينك وين باش تلقاو لي نيوز اي لي نوفوتي دي زارتيست انترناسيونو. نتفرجوا مع بعضنا. نبداو زابينك نتاعنا للجمعه هذه بفرحه كبيره تعيشها الفنانه العالميه سيلينا غوميز بعد ما صرحت ديرنييرمون سور تويتر كال فيان دافوار اون بيتيت سور. وقالت سيلينا انه المولود هذا باش يغير لها حياتها خاطر سي لو بروميير انفون دو سا مير موندي من زوجها براين تيفي. صرحت سيلينا انه هذا ما يمنعهاش باش تبدا اون تورني مونديال في صيف السنه وتحديدا في شهر اوت اسم جولتها العالميه ستارز دانس تور. سيلينا احتلت dernièrement المرتبة الأولى on the website iTunes Music avec sa chanson واللي حاضرة معنا في Top 10 Music Box Come and Get It. La star Britney Spears باش تخرج prochainement un nouveau single الغنية اسمها Oh La La وباش تكون غنية جينيريك للفيلم Scrumps 2 للمخرجة راجا غوسنل. الفيلم يخرج لش 31 جويلية 2013 في لسالة أمريكان. تعاملت بريتني سبيرز في الألبوم الجديد متاحة واللي قاعدة تحضر فيه avec le grand musicien William Orbit. جاستن بيبر أعلن أنه بيش يشارك في ألبوم جديد prochainement avec le groupe The Wanted. وكان le groupe The Wanted صرح سوغ MTV أنه الألبوم الجديد فيه برشا فنانين كبار كيما ناسري دكتور لوك وغيرهم الفنانين وهذا يمثل ثالث ألبوم ليهم عام السنة. سكسي كبير حقه le groupe The Wanted في آخر ألبوم ليهم Battle Ground. في نفس الوقت قام الجروب تسجيل غناية اسمها Have Some Fun وين تعاملوا مع لو غراند ارتيست بيتبول والدي جي العالمي افرو جاك. نختموا الزابينج متاعنا لليوم بخبر باش يفاجئكم مع الفنانة العالمية ريانا خاصة بعد المشاكل الكبيرة والفترة الصعيبة اللي عاشتها افيك سون بوي فريند كريس براون. تفاجئنا اليوم وتصرح انها تنتظر مولود منه. اي نعم الخبر هذا ممكن يفاجئ البعض منكم خاصة بعد اخر خصام دار بيناتهم وخيانة كريس براون لها افيك سونيكس بتيتا. في الأثناء ريانا قاعدة تحضر الجولة عالمية اسمها Diamonds World Tour والبيك سوربرايز إنها باش تغني في التورني مونديال بتاعها افيك لو دي جي انترناسيونال دافيد غيتا. بزابينج مشاهدينا نكونوا خلطنا الجمعة هذه لآخر حلقتنا من ميوزيك بوكس. موعدنا الجمعة الجاية في نفس الوقت على تونسنا تي في. سلامة. Can't get me now. Yeah, we pay some credit cards and we kick down the door. Look at me now, fresh to the core. Every day I'm shuffling.